تعتبر الصين المغرب واجهة مشعة لعرض أحدث تقنياتها وقدراتها الصناعية لعموم إفريقيا، وتعتزم بكين جعل علاقتها مع الرباط منصة لشراكة ثلاثية بين الصين والمغرب وإفريقيا. النموذج أشغال إنجاز الجسر المعلق على نهر أبي رقراق التي أوكلت لشركتين صينيتين هو إذن نموذج آخر من بين نماذج التعاون المغربي الصيني. على العموم نحن كنا فخورون جدا بالجودة الأشغال، فهي شركات صينية متميزة، فهي شركات تعتبر من الشركات الأولى في الصين، والشركة الوطنية كانت جد محظوظة بالتعامل مع هذه الشركات. لنا شرف كبير باعتبارنا مقاولة صينية مشاركة في إنجاز الجسر المعلق الفريد من نوعه في إفريقيا، فبتعاون مع شركة الطرق السيار بالمغرب والخبراء المغاربة تمكنا من وضع اللمسات الأخيرة على المشروع. في نفس الوقت تمكنا من تكوين وتأهيل تقنيين مغاربة في المشروع. شيدت هذه القنطرة بمؤهلات مغربية كانت بالنسبة لبعضهم أول تجربة ميدانية تمت الاستعانة فيها بخبرات متعددة. ستشكل القنطرة المعلقة فخر الطرق السيارة بالمغرب وهوة الفن المعماري على حد سواء، ويعول المغرب كثيرا على هذا المشروع لنقل التكنولوجيا والخبرات للمقاولات المغربية المشاركة فيه. يمكن نقولوا على انه الشركات الصينيه هي اللي اشتغلت بالاساس على هذا المشروع، سواء من خلال يعني البنيه التحتيه للطريق ديال طريق السيار، او ايضا من خلال لي بون، من خلال القنطره في حد ذاتها. فاذا شركتين اللي عندهم صيت عالمي ايضا واللي اشتغلوا في هذا المجال، واللي استطاعوا خلال الفتره التي كانت مخصصه لهذه البنيه التحتيه على انهم ينجوا الطريق وايضا القنطره في اطار الاتفاق اللي كان عندنا وهو اواسط 2016. كانوا مستعدين انهم يعاونونا في هذا المشروع، لان هذا مشروع وحيد في المغرب وخاص، وهذه القنطره المهمه هي اول قنطره من هذا النوع تنزل في المغرب. هما ساعدونا وما بخلوش عندنا لا بالتجربه ديالهم ولا بالاستماع لينا والنصائح ديالنا والارشادات لنا بالنسبه مثلا كل ما يتعلق الخاصيات المغربيه. معلمة حضارية ذات مقاييس حديثة تلك التي تجعل من القنطرة المعلقة على نهر أبي رقراق، والتي من المزمع أن تنتهي أشغالها في بداية شهر يونيو المقبل، أكبر جسر معلق في القارة الإفريقية، ما يؤشر على جدية المغرب في تشييد هذا المشروع الطرقي الكبير ليكون بذلك جسرا آخر للتواصل بين المغرب والخبرات الأجنبية.